في زعيم كبير خططوا للفرنساويين لقتله، واللي نفذ العملية موجود تحت إيدي واعترف بجريمته. فتى الشام؟ هو بذاته بالدستور، هو اللي حط له السم واعترف بهذا الشيء، واعترف كمان إنه كل شيء كان عم يخططه كان بتوجيهات من المخابرات الفرنسية. يعني الزعيم ما مات بالنقطة. هذا كلام خطير، خطير كتير، وفعلا في أسراب. لكن شو عم نحكي أستاذ؟ طيب أنت كيف عرفت بكل الحكي؟ وشلون وصلت لهذا الزلم يلي عم تحكي عنه؟ والله يا أستاذ هاي الشغلة ما بحسن إلا كيها نهائيا نهائيا. وبدك تحلف لي على كتاب الله إنه ما تجيب سيرتي بنوب بنوب بنوب، لأنه أنت مثل ما بتعرف أستاذ القصة فيها مشنقة. معك حق أستاذ. بهالورقة موجود مكان اللي قتل الزعيم، اسمه نزار. فيك تسأله كيف وشلون تمت الجريمة يعني، بس أنت تصرفت معرفتك وهون حفرنا وهون طمرنا. مفهوم أستاذ أنيس، مفهوم. وهو على فكرة بمكان مقطوع من الأكل والشرب، يعني اللي عنده يا دوب يكفوه، فيا بتلحقوه يا بيموت من الجوع ومن العطش. وأهم شيء أستاذ مثل ما قلت لك أنا إنه تحفظ سري. ولا يهمك أستاذ أنيس، من هاي الناحية اطمن.